موجز الأخبار، أهلا بكم. أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال التجاني أن الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية غدا الجمعة أصبح غير ممكن بعد تلقي المحكمة الإدارية أمس طعنين من المواطنين في النتائج الأولية. مساهمة السوق المالية في تمويل الاقتصاد الوطني مثل موضوع ندوة نظمتها هيئة السوق المالية على هامش احتفالها بالذكرى 20 لانبعاثها. وخلال هذا اللقاء الاقتصادي تم فتح باب النقاش حول آفاق تطوير السوق المالية في تونس، وتزامنت هذه التظاهرة مع انطلاق عمليات تداول أسهم شركة سيرياليس في البورصة. نظمت الجمعية التونسية لمكافحة الفساد بالتعاون مع معهد حوكمة الموارد الطبيعية يوم حوار مفتوح حول مبادرة شفافية في الصناعات الاستخراجية، ويهدف اللقاء إلى دفع الحكومة إلى الانضمام والمصادقة على مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية التي صادق عليها 24 بلدا، ويتم بموجبها الإفصاح عن العقود والتكاليف والأرباح لضمان الحقوق الاجتماعية للمناطق ذات الصلة. تم اليوم بمقر وزارة التكوين المهني والتشغيل توقيع اتفاقية إطارية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال تسمح بفتح معابر بين مراكز التكوين المهني والجامعات لأول مرة في تونس. الاتفاقية التي تمثل خطوة هامة لتخفيض من نسبة بطالة أصحاب الشهائد العليا ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من السنة الدراسية 2015-2016. أفاد سمير بن عمر محامي المدون ياسر العياري بأنه تم صباح اليوم اعتقال موكله لدى حلوله بمطار قرطاج وإحالته على المحكمة العسكرية بالعاصمة بسبب صدور حكم غيابي ضده يقضي بسجنه مدة 3 سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل. وأوضح سمير بن عمر أن صدور هذا الحكم جاء بعد توجيه التهمة إليه بثلب المؤسسة العسكرية. من جهتها أفادت النيابة العسكرية بتونس بأن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس كانت قد قضت يوم 18 نوفمبر 2014 ابتدائيا غيابيا بسجن المتهم ياسين بن طاهر العياري مدة 3 أعوام مع الإذن بالنفاذ العاجل طبقا لأحكام الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وبعد استيفاء كافة الإجراءات المستوجبة. دوليا الآن لقي 5 جنود من الجيش الليبي مصرعهم وأصيب 48 آخرون جراء اشتباكات عنيفة بمدينة بنغازي شرق ليبيا مع جماعات مسلحة. وأكدت مسؤولة الأعلام بمستشفى الجلاء للجراحة وصول القتلى والجرحى إلى المستشفى أمس. ويذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبي ومجموعات مسلحة مساندة لمجلس شورى ثوار بنغازي ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. طالبت الحكومة الأردنية بالتحرك الفوري والعمل السريع لإطلاق سراح ضابطي سلاح الجو الملكي الأردني في سوريا الذي قام بأسره ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية إثر سقوط طائرته خلال مهمة عسكرية ضد هذا التنظيم في محافظة الرقة شمال شرق سوريا، حسب ما أعلن الجيش الأردني في بيان رسمي. وفيما حملت الحكومة هذه الجهة مسؤولية سلامته قال وليد الطيار الأردني إن آخر المعلومات التي وردت إليه هي أن ابنه محتجز في أحد مساكن الرقة دون أن يسمي المصادر التي نقلت إليه المعلومة. لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون بينهم 6 من عناصر الجيش والشرطة بجروح إثر حوادث أمنية منفصلة ومتفرقة في العاصمة العراقية بغداد. وأفاد مصدر أمني أن جنديين أصيبا بجروح إثر انفجار عبوات ناسفة استهدفت دوريتهما في منطقة الأعظمية شمال بغداد صباح اليوم. وصلت جون ماكاين عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أفغانستان اليوم في زيارة غير معلنة التقى خلالها الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس التنفيذي للبلاد عبدالله عبدالله كل على حدة. وأشاد غني بتضحيات القوات الأمريكية خلال الأعوام 13 التي قضتها في أفغانستان، فيما أكد ماكاين الدعم الأمريكي طويل الأمد للبلاد وفق بيان صادر عن الرئاسة. زيارة ماكاين إلى أفغانستان تسبق بأيام قليلة سحب غالبية القوات الأمريكية من البلاد. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة، نلقاكم بإذن الله في نشرة الثامنة، إلى اللقاء.